السلام عليكم. هناخد دلوقتي تاني طريقة من الميموري الوكيشن اللي هي النون كونتيجوس الوكيشن. هناخد فيها السيجمنتيشن والبيجنج. نبدأ الأول بالسيجمنتيشن. هنبتدي دلوقتي مع بعض بس في حالة السيجمنتيشن. يبقى في حالة السيجمنتيشن أو السيجمنتيشن تكنيك، أنا عندي هعمل الوكيشن للبروسيس بحيث يكون نون كونتيجوس الوكيشن. السيجمنتيشن بتعتمد على اليوزر فيو اوف ذا بروجرام، يبقى هقسم البروسيس الى سيجمنتس اكوردنجلي اليوزر فيو اوف ذا بروجرام. فمثلا هقول ان كل بروجرام هو كولكشن من السيجمنتس. البروجرام ده بيتكون من ايه؟ من مين بروجرام، من بعض البروسيجرز، بعض الفانكشنز، بعض الميثودز، جلوبال اور لوكال فاريبلز، arrays وهكذا. كل اليونت منهم بعتبر انها سيجمنت واعمل لها allocation لوحدها في الميموري. ده example الـ user view of a program. هقول ان اليوزر شايف اللوجيكال address space بتاعه، ان البروجرام بيتكون من main program، بيتكون من some function مثلا زي square root function، في subroutine، stack، simple table وهكذا. يبقى اليوزر شايف ده اللوجيكال address space، او شايف ان البروجرام بتاعه بيتكون من 5 different segments. لما اجي اعمل allocation للبروسيس هallocate each segment لوحدها، كل segment هعمل لها allocation في الميموري لوحدها. For example لو كان الـ user address space بيتكون من 4 different segments، هبتدي أعمل allocation لكل segment في مكان في الميموري. فهنا مثلا segment 1 هعمل لها allocation in this location في الميموري، segment 2 هتبقى allocated هنا في الميموري، segment 3 هتبقى allocated في another location في الميموري، segment 4 هتبقى allocated in this location في الميموري. طيب إيه اللي هيقول لي كل سيجمنت موجودة فين في الميموري؟ لازم أعمل مابينج ما بين اللوجيكال أدرس سبيس وما بين الفيزيكال أدرس سبيس اللي موجود فعلا في الميموري. المابينج ده بيتم عن طريق تيبل، التيبل ده بسميه سيجمنت أدرس سبيس. السيجمنت أدرس سبيس أوف إيتش بروسيس هيقول لي كل سيجمنت الستارتنج أدرس بتاعها فين في الميموري والسايز أوف إيتش سيجمنت إيه. طيب انا دلوقتي عايز اعمل المابينج ده، يبقى لازم اعرف شكل اللوجيكال ادرس سبيس ايه اللي انا محتاجاه عشان اعرف شكل اللوجيكال ادرس بتاعنا. اللوجيكال ادرس هيقول لي اي لوكيشن موجود في البروجرام الادرس بتاعه ايه. يعني مثلا لو عايز اروح للوكيشن معين في سيجمنت 1، يبقى لازم اعرف ان هو موجود في سيجمنت 1 وبيبعد قد ايه عن الستارتنج اوف سيجمنت 1. يبقى كان اللي انا محتاجاه عشان اعمل جنريشن للوجيكال ادرس ان انا اعرف السيجمنت نمبر اللي موجود فيها الادرس ده والمكان او الاوفست اللي بيبعد بيه اللوكيشن عن الستارتنج ادرس اوف ذا سيجمنت. يبقى كان اللوجيكال ادرس لازم يحتوي على تو فيلدز. الفيلد الاولاني هو السيجمنت نمبر والفيلد الثاني هو الاوفست within ذا سيجمنت. هحتاج ان انا استخدم سيجمنت تيبل. السيجمنت تيبل بيعمل لي مابينج لايه؟ السيجمنت تيبل هيعمل مابينج لللوجيكال ادرس الى، او هستخدمه عشان اعمل مابينج من اللوجيكال ادرس الى الفيزيكال ادرس. محتاجه ايه في السيجمنت تيبل؟ السيجمنت تيبل محتاجاه ان انا اعرف في البيز ادرس اوف ذا سيجمنت او الستارتنج ادرس اوف ذا سيجمنت والسايز اوف ايتش سيجمنت ايه. يبقى كل سيجمنت تيبل انتري هيبقى فيها تو فيلدز، فيلد هسميه البيز وفيلد هسميه الليمت. البيز هيقول لي ايه هو الستارتنج ادرس اوف ذا سيجمنت والليمت هيقول لي اللينث اوف ذا سيجمنت قد ايه. السيجمنت تيبل نفسه هعمل له ستورنج في الميموري. يبقى انا محتاجه اعمل ستورنج للسيجمنت تيبل في الميموري. ايه اللي هيعرفني السيجمنت تيبل ده موجود فين؟ هستخدم ريجستر اسمه سيجمنت تيبل بيز ريجستر. السيجمنت تيبل بيز ريجستر هو اللي هيقول لي السيجمنت تيبل ده الستارتنج ادرس بتاعه فين في الميموري. بوينتس تو ذا سيجمنت تيبل لوكيشن ان ميموري. وهستخدم كمان السيجمنت تيبل لينث ريجستر عشان يقول لي نمبر اوف سيجمنتس اللي موجوده في البروجرام ده قد ايه. يبقى انا هستخدم تو ريجسترز في السي بي يو، واحد اسمه سيجمنت تيبل بيز ريجستر وواحد اسمه سيجمنت تيبل لينث ريجستر. سيجمنت تيبل بيز ريجستر بوينتس تو ذا سيجمنت تيبل لوكيشن ان ميموري. سيجمنت تيبل لينث ريجستر هيقول لي نمبر اوف سيجمنتس اللي موجوده في جوه البروجرام ده قد ايه. لو انا جالي في اللوجيكال ادرس كان مديني some segment number s، لازم اتاكد ان السيجمنت نمبر s ده يبقى legal لو كان less than the content of the segment table length register،
يعني هي legal segment موجود. لازم segment number يبقى less than the content of the segment table length register. For protection هاجي في segment table جنب كل segment هزود one bit for protection. البيت دي بسميها validation bit. لو كانت 0 هقول انها validation bit 0 or 1 to indicate هل هي legal or illegal segment. ممكن ازود كمان another 2 bits عشان اعرف هل هي read only ولا read write ولا read write execute. Protection bits associated with segments. كل segment ليها entry في segment table ومكتوب جنبها ال protection bits اللي الخاصة بهذه ال segment. كمان لو انا عايز اعمل sharing لل segments فالsharing ده بيتم occur at segment level. لما اجي اعمل segment allocation او اعمل segmentation, segments vary in length وبالتالي memory allocation is a dynamic storage allocation problem. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي البروجرام فيه مثلا 4 segments, كل segment هعمل لها allocation لوحدها. لما اجي اعمل allocation لاي segment لازم اخد في اعتباري هل انا هاخد اي تكنيك عشان اعمل بيه allocation, يا first fit يا best fit. First fit يعني هدور على first location او first hole available في الميموري اللي يكون السايز بتاعه greater than or equal process segment size. يبقى في الحاله دي هالوكيت كل segment لوحدها باستخدام الفيرست fit. يبقى كل مره اجي اعمل allocation لسيجمنت لازم اخد في اعتباري هل السيجمنت الهول او الفري سبيس اللي موجود في الميموري يكفي السايز بتاع البروسيس, وهاخد اول location او اول هول يكفي البروسيس سايز. لكن لو كنت هستخدم best fit يبقى لازم اسيرش في كل مره, كل ما اعمل allocation لسيجمنت لازم اعمل سيرش في كل الميموري لغايه لما ادور كل الفري تيبل لغايه لما الاقي الفري هول اللي يكفي السايز بتاع السيجمنت دي. يبقى عشان اعمل allocation لكل segment لازم اخد في اعتباري انا هاخد best fit ولا first fit. ناخد example للsegmentation في next slide. ده example للsegmentation hardware. ال address generated by the CPU containing two fields, the segment number وال offset within the segment. Segment number is used to search in the segment table. هدور في segment table لغاية لما الاقي الانتري الخاصة بالسيجمنت رقم S. الانتري الخاصة بسيجمنت رقم S مكتوب فيها ال base address of segment S وال limit او size of this segment. ابتدي اعمل compare لل offset within the segment مع ال limit عشان اتأكد ان ال offset is within the segment range, عشان اتأكد ان انا جوه نفس السيجمنت. لو ال D less than ال limit of segment S يبقى في الحالة دي هي legal address. ال address ده legal address. To generate the physical address هبتدي اخد ال offset بتاعي D واعمل plus مع ال base او ال starting address of the segment to get the physical address. لكن لو من الاول ال offset كان ما هواش less than ال limit يبقى في الحالة دي في ال legal addressing او هيحصل trap لل operating system ان في addressing error. Another example of segmentation, let the logical address space containing four, five segments, segment 0, segment 1, segment 2, segment 3, segment 4. Number of segments هو اللي هيحدد لي عدد الانتريز اللي موجودة في السيجمنت table. يبقى أنا عندي في one entry for each segment. One entry for each segment. هنا مثلا قايل لي إن segment 0 الـ starting address بتاعها في الميموري هو location 1400 والسايز بتاعها 1000. يبقى هروح للوكيشن 1400 هلاقي فعلا موجود سيجمنت 0 والسايز بتاعها 1000. زي مثلا سيجمنت نمبر 3 ستارتنج من لوكيشن 3200 والسايز بتاعها كان 1100, يبقى ستارتنج من 3200 هلاقي سيجمنت 3 وادي السايز بتاعها. وهكذا كل انتري في السيجمنت تيبل مكتوب فيها الستارتنج ادرس اوف ذا سيجمنت والسايز اوف ذيس سيجمنت قد ايه. الحقيقة إن أنا الكود بتاع أي بروجرام ممكن يبقى موجود فيه two types من السيجمنتس. بعض السيجمنتس بسميها shared segments وبعض السيجمنتس بتبقى private to the process. إمتى يبقى عندي الكود ده ممكن يبقى shared ما بين البروسيس وبعضها؟ لو الكود ده بسميه بيبقى read only أو بسميه re-entrant code. Shared ممكن يبقى shared between processes زي مثلا text editors زي compilers زي window systems. في الحالة دي أنا ممكن أو ممكن مثلا أعمل بيه inter process communication. لو أنا ممكن أعمل sharing ل read write segments it's allowed. يبقى في بعض الأحيان بيبقى فيه بعض السيجمنتس ممكن تبقى shared between processes.
لكن كل بروجرام له برضو بعض السيجمنتس هتبقى برايفت كود اند داتا. فايتش بروسيس كيبس ا سيبريت كوبي اوف كود اند داتا. يبقى لو بصينا لكل بروسيس ممكن نلاقي في جوه البروسيس نفسها بعض السيجمنتس ممكن تبقى شيرد بتوين ديفرنت بروسيس، وفي بعض السيجمنتس هتبقى دي برايفت للبروسيس بتاعتنا. لو كان في شيرد سيجمنتس ما بين البروسيس وبعضها، فالحاله دي الشيرد بروسيس هتبقى موجوده مره واحده في الميموري وكل البروسيس شايفاها جوه الايه السيجمنت تيبل بتاعها. ناخد اكزامبل على الكلام ده. هفترض ان انا عندي تو بروسيس، بروسيس 1 وبروسيس 2. هما الاثنين التو بروسيس دول اكسكيوتس تكست اديتور. التكست اديتور بيمثل لي سيجمنت اللي هي سيجمنت نمبر 0، هتبقى موجوده اكشوالي هي مره واحده في الميموري، لكن كل بروسيس ليها الداتا سيجمنت الخاصه بيها. يعني سيجمنت 1 فور بروسيس 1 كونتيننج داتا فور بروسيس 1، سيجمنت 1 فور بروسيس 2 كونتيننج ذا داتا اوف بروسيس 2. كل بروسيس هتبقى ليها تو انتريز في السيجمنت تيبل. الانتري نمبر 0 بتمثل لي الاديتور سيجمنت، هتبقى موجوده نفس اللوكيشن اللي هو 43062 للتو بروسيس، نفس المكان ونفس السايز هو هو. اذا معنى كده ان الاديتور سيجمنت موجوده مره واحده في الميموري، لكن الداتا سيجمنت هتختلف ما بين البروسيس والتانيه. يبقى انا كده عملت ايه؟ سيفنج للسبيس الخاص بكل بروسيس. بدل ما اكرر الاديتور سيجمنت اكررها للتو بروسيس، طالما ان الكود بتاع الاديتور ده ريد اونلي او ري انترنت كود، فممكن يبقى موجود مره واحده بس في الميموري. كل بروسيس شايفه ان هي واخده الاديتور، لكن اكشوالي هي حطها بس في كانتري في السيجمنت تيبل، لكن هما الاثنين بيعملوا اكسسنج لنفس السيجمنت اللي هي ايه الاديتور سيجمنت. وكل بروسيس ليها برايفت سيجمنت اللي هي بتمثل لي الداتا سيجمنت الخاصه بيها، سواء كانت داتا 1 فور بروسيس 1 او داتا 2 فور بروسيس 2. احنا خلصنا السيجمنتيشن. في حاله السيجمنتيشن كان بيظهر لي اكسترنال فراجمنتيشن، وكان بيبقى في varying size memory chunks ما بين السيجمنتس وبعضها. To avoid external fragmentation and avoid varying size memory chunks هنستخدم تكنيك تاني اسمه paging. في حالة الباجينج الفيزيكال ميموري هيقسم إلى fixed size blocks called frames. السايز بتاعها بيكون power of 2 في range من 512 bytes إلى 16 ميجا bytes. وهقسم اللوجيكال ميموري إلى blocks of the same size called pages. الميموري مانجمنت keep track of all free frames. To run a program of size n pages we need to find n free frames and load the program. المفروض يبقى عندي page table عشان يعمل translation من اللوجيكال ادرس الى physical address، لكن استخدام الباجينج بيؤدي الى internal fragmentation، لان اخر page ممكن يكون فيها جزء من السبيس بسميه internal fragmentation. طيب انا محتاجه ايه دلوقتي في اللوجيكال ادرس؟ في اللوجيكال ادرس محتاجه اعرف البيج نمبر والبيج اوفست within the segment. يبقى معنى كده ان الادرس generated by the CPU هيبقى مقسم الى البيج نمبر اللي انا هستخدمه as an index in the page table علشان اعرف بالظبط الفريم نمبر الموجود في البيج ده ايه. بس محتاجه كمان اعرف البيج اوفست. البيج اوفست اللي هو ايه؟ displacement within the page قد ايه عشان اعمل لها translation الى physical address. فلو فرض ان عندي logical address space كان السايز بتاعه 2 power m والpage size 2 power n، يبقى number of pages اللي عندي هيكون 2 power m minus n. عايز اعرف اللوجيكال ادرس بيكون من كام بيت. لو عندي اللوجيكال ادرس سبيس كله 2 باور ام، يبقى انا محتاجه ام بيتس فور ادريسنج. لو البيج سايز 2 باور ان، يبقى البيج اوفست هياخد ان بيتس فور ادريسنج، ويبقى البيج نمبر او الفيلد اوف ذا بيج نمبر ان ذا لوجيكال ادرس بيتكون من ام ماينس ان بيتس. ازاي هعمل الترانسليشن من اللوجيكال ادرس الى الفيزيكال ادرس، او ايه هو الباجينج هاردوير؟ The address generated by the CPU is the logical address containing two fields, the page number and the page offset. The page number is used to search in the page table. لغايه لما الاقي الانتري بتاعت الخاصه بالبيج دي هلاقي مكتوب فيها الفريم نمبر اللي موجوده في البيج دي ان ميموري. هعمل كومباينيشن للفريم نمبر مع الاوفست within the page to get the physical address. الفيزيكال ادرس هيبقى فيه two fields، الفريم نمبر والاوفست within the page. عرفت من كده الفيزيكال ادرس هقدر اعمل بيه accessing للميموري. For example لو كانت البروسيس بتتكون من 4 pages،
يبقى معنى كده ان number of entries في page table برضو هتبقى 4 entries. page table هيبقى فيه عدد من الانتريز بتساوي number of pages. الاندكس of each entry بيديني page number. فaccording للpage table page 0 موجودة في frame number 1, page 1 موجودة في frame number 4, page 2 موجودة في frame number 3, page 3 موجودة في frame number 7. How to calculate the internal fragmentation. مثلا for example كان page size كان 2k bytes 2048 bytes. كانت البروسيس سايز 72766 بايتس. عشان اقدر احسب الانترنال فراجمنتيشن قد ايه، عايز اعرف البروسيس دي اقدر اقسمها الى كام بيج، فهعمل ديفايد للبروسيس سايز على البيج سايز، هيطلعوا 35 بيجز وفي بعض الريميندر قيمته 1086 بايتس. معنى كده ان انا هضطر، طبعا ما اقدرش احجز بس 35 بيج، لكن هضطر ان انا البروسيس دي اقسمها الى 36 بيجز. اخر بيج هتشغل بس منها 1086 بايتس والباقي هيبقوا فراجمنتيشن. يبقى الانترنال فراجمنتيشن هيبقى السايز بتاعها قد ايه؟ 2048 اللي هو البيج سايز ماينس الريميندر اللي اتبقى عندي اللي هو 1086، هتطلع 962 بايتس. الورست كيس لما اجي اعمل الوكيشن للبروسيس اضطر ان انا احجز 1 كومبليت بيج فور 1 بايت. يبقى الورست كيس فراجمنتيشن ان يبقى عندي 1 فريم واخد منها 1 بايت بس. يبقى في الحالة دي الفراجمنتيشن قد إيه؟ هي 1 frame minus 1 byte. On the average, half the frame size بيبقى هو ده الفراجمنتيشن، يعني آخر page هشغل نصها بس للبروسيس والباقي بيكون فراجمنتيشن. يبقى on the average الفراجمنتيشن أو الانترنال فراجمنتيشن هتبقى half frame size. يبقى إيه الأحسن؟ يا ترى إن أنا أعمل الفريم سايز كبير ولا صغير؟ ممكن إن أنا أقول إن الأحسن إن أنا آخد small frame size. ولكن لو أنا صغرت الفريم سايز عدد البيجز هيزيد، يبقى عدد الانتريز في البيج تيبل هتزيد، يبقى عدد البيج تيبل انتري تيكس ميموري تو تراك، يبقى الميموري سايز اللي هيشغلها البيج تيبل هتزيد. ده هنا برضو اكزامبل للميموري الوكيشن في حاله البيجز. هقول ان انا عندي الميموري مانجمنت كيبس تيبل وكيب تراك اوف نمبر اوف فري فريمز عن طريق ليست اسمها فري فريم ليست، مكتوب فيها نمبر اوف فري فريمز. لو جات لي نيو بروسيس السايز بتاعها 4 بيجز، هبتدي اعمل سيرش في الفري فريم ليست واشوف كل بيج عاملها الوكيشن فين. فهنا مثلا هختار بيج 0 to be allocated in frame 14، بيج 1 in frame 13، بيج 2 in frame 18، بيج 3 in frame 20. هيعمل ابديت للفري فريم ليست، مش هيتبقى فيها غير 1 فري فريم بس اللي هو 15، وعمال كونت البيج تيبل للبروسيس دي قد ايه، وابتدي انفذ الالوكيشن اوف ذا بروسيس. يبقى after allocation الـ page table هيقول لي كل page من الـ process موجودة فين. الـ page table نفسه هيبقى kept in memory. يبقى أنا هعمل storing للـ page table in memory. يبقى لازم أعرف الـ page table ده موجود فين في الميموري. فهستخدم register اسمه page table base register. page table base register points to the page table الموجود في الميموري فين. وعايز أعرف كام page بتكون من الـ process. process بتكون من كام page. فهقول ان هستخدم register تاني اسمه page table length register to indicate the size of the page table. هستخدم page table length register to indicate the size of the page table. طب انا دلوقتي لو جيت عايز اقرا اي data او instruction هعمل ايه؟ In this scheme every data or instruction access requires two memory access. One for the page table and one for the data or instruction. لان هضطر الاول اقرا page table in memory، يعني هروح page table base register اعرف starting address بتاعه ايه، وابتدي اقرا البيج تيبل الاول. بعد كده عرفت الادرس بتاعي هروح اعمل ايه؟ هقرا الداتا او الانستراكشن. يبقى كل مره عايز اقرا اي داتا او انستراكشن هحتاج 2 ميموري اكسس. عشان اعمل سيفنج للتايم ممكن بدل ما استخدم ال 2 ميموري اكسس كل مره احل البروبلم دي باستخدام سبيشال فاست لوك اب هاردوير كاش بسميها ترانسليشن لوك اسايد بافر اور تي ال بي، او بنسميها اسوشيتيف ميموري. هنا دي فاست كاش ممكن اعمل فيها ستورنج للبيج تيبل، يبقى جزء من البيج تيبل هيبقى ستورد في ترانسليشن لوك اسايد بافر اور اسوشيتيف ميموري. ده هيسرع شويه الاكسسنج بتاعه. يبقى لو انا استخدمت الاسوشيتيف ميموري او ترانسليشن لوك اسايد بافر يبقى كما لو كان عندي parallel search. في كل مره for any page number هعرف الكورسبوندينج فريم نمبر ايه هو. يبقى عشان اعمل ادرس ترانسليشن كل حكاية لو كان الادرس بيتكون من 2 fields الـ page number والـ page offset. هبتدي اسيرش الأول في الـ associative register
If the page number P is an associative register, get the frame number out. Otherwise, get frame number from page table in memory. يبقى ممكن أبين كده إيه هو how to translate logical address into physical address في حالة استخدام الباجينج. هقول إيه؟ إن الأدرس generated by the CPU هو اللوجيكال أدرس. اللوجيكال أدرس ده بيتكون من two fields: page number والpage offset. Page number is used to search in the translation locuside buffer or in the associative register. If translation locuside buffer containing the page number هيحصل translation locuside buffer hit. يبقى معنى كده إن أنا هلاقي الpage number دي موجودة في ال TLB. على طول extract الframe number. يبقى عرفت الframe number إيه هو؟ هعمل له combination مع ال offset within the page to get the physical address. لكن لو حصل TLB miss يعني ما لقيتش البيج نمبر في البيج تيبل هضطر اروح ادور على البيج نمبر في الميموري في البيج تيبل في الميموري هدور على البيج نمبر في البيج تيبل اللي موجود في الميموري يبقى هعمل ريدنج للبيج تيبل وهدور على الانتري بتاعتي لغايه لما الاقي البيج نمبر بي واعمل اكستراكت للفريم نمبر اكومباين الفريم نمبر مع الاوفست تو جيت ذا فيزيكال ادرس. يا ترى ايه هي الريشيو اللي انا هلاقي فيها بيها البيج نمبر في ال تي ال بي؟ طبعا نمبر اوف تي ال بيز ده بيبقى محدود، عدد الترانسليشن لوكاسايد بافرز ده بيبقى محدود. هعرف حاجه اسمها الهيت ريشيو، الهيت ريشيو الفا دي بتقول لي ايه؟ ما هي البرسنتج اوف تايمز ذات ا بيج نمبر از فاوند ان ذا تي ال بي؟ ما هي البرسنتج اوف تايم اللي هلاقي فيها البيج نمبر في الترانسليشن لوكاسايد بافر؟ لو قال لي مثلا الهيت ريشيو از 80% يبقى معناها ان 80% of the times بلاقي البيج نمبر في الترانسليشن لوكاسايد بافر. لو قال لي مثلا ان التايم تو سيرش ذا اسوشيتيف ريجستر اور اسوشيتيف لوك اب تايم هو ابسلون تايم يونت. ممكن طبعا هو ده بيبقى سريع جدا بالنسبه للميموري اكسس ممكن يكون less than 10% of memory access time. فهيديني في البروبلم هيقول لي find the effective access time if الهيت ريشيو بيبقى given ليا الهيت ريشيو والاسوشيتيف لوك اب تايم. ففي المسألة دي مثلا مديني الألفا ب 80% والأبسلون ب 20 نانو سكند for translation lookaside buffer search ومديني الميموري أكسس تايم 100 نانو سكند مطلوب إن أنا أحسب الإفكتيف أكسس تايم. أقول له في الإفكتيف أكسس تايم أنا عندي 80% of the time هلاقي البيج نمبر في الأسوشيتيف ريجستر يبقى التايم اللي هاخده قد إيه؟ هاخد 20 نانو سكند to search the associative register plus 100 نانو سكند for memory access to read the data or instruction يبقى total time 80% of the time هاخد time 120 نانو سكند بلس ال 20% of the time مش هلاقي البيج نمبر في الاسوشيتيف ريجستر يبقى التوتال تايم اللي هاخده قد ايه؟ 20 نانو سكند تو سيرش الاسوشيتيف ريجستر مش هلاقي البيج نمبر هضطر ان انا اقرا البيج تيبل من الميموري في 100 نانو سكند then read the data in 100 نانو سكند again يبقى التوتال تايم 220 نانو سكند يبقى من هنا هقدر احسب الافكتيف اكسس تايم. ده example تاني في another example لو الألفا 98% والأبسلون 20 نانو سكند for TLB search وبرده الميموري access time 100 نانو سكند يبقى الإفكتيف access time هو 98% times 120 plus 2% في 220 هطلع الإفكتيف access time. فبيجي لي في البروبلم بيقول لي احسب الإفكتيف access time قد إيه given ليا الـ hit ratio وgiven ليا الـ associative lookup time أو time to search associative register and the memory access time. برضو هحتاج في الـ page table إن أنا أزود bits for protection يعني إيه؟ أزود one لكل page في الـ page table أزود one bit for protection عشان تقولي هل هو read only ولا read write. ممكن أخليهم two bits وأقول هل هو read only ولا read write ولا read write execute and so on. وممكن ازود كمان 1 bit for valid invalid bit. الفاليد بيت بتقول لي هل الاسوشيتد بيج دي هل هي in the process logical address space يعني legal page ولا لا. الانفاليد indicate that the page is not in the process logical address space يعني invalid bit. يبقى انا ممكن ازود some bits for protection لكل page في البيج تيبل هزود some bits for protection عشان تقول لي الاكسسنج ميثود بتاعته ايه وفي نفس الوقت هي valid ولا invalid. ممكن استخدم برضو البيجز واعمل بينهم شيرد ما بين البروسيس زي ما قلنا قبل كده ان انا ممكن في كل بروسيس يكون فيها جزء من الكود بيبقى شيرد كود وجزء من الكود بيكون برايفت. الشيرد كود في حاله لو كان ريد اونلي كود او ري انترنت كود فممكن يبقى في one copy of read only or re entrant code shared among processes زي مثلا text editors compilers windows and so on.
أو ممكن similar إن أنا يبقى عندي multiple threads sharing the same process space. أو لو عايز أعمل inter-process communication، لو أنا بعمل sharing لـ some pages ممكن تبقى read-write pages is allowed. يبقى أنا في بعض الـ pages في الـ processes ممكن تبقى shared ما بين بعض الـ pages. في كل process ممكن تبقى shared code، يعني shared among different processes. وفي كود بعض بقية الـ pages بتبقى private code plus data. يبقى في حالة الـ private code and data each process keeps a separate copy of code and data. The pages for the private code and data appear anywhere in the logical address space of the process. The example is the shared pages example. في عندي three processes executes the text editor. The text editor بيكون من three pages. Editor 1, editor 2, editor 3. The three pages of the editor هتبقى موجودة مرة واحدة بس في الميموري. لكن كل process ليها data page خاصة بيها. يبقى process 1 هيبقى فيها three pages for the editor و one page for the data. Process 2 برضو 3 pages for the editor و 1 page for data. Page, process 3 فيها 3 pages for the editor and 1 data page اللي هي data 3. كده هو عمل saving space لأن هو استخدم 3 pages of the editor بقت shared ما بين 3 processes فموجودة مرة واحدة بس في الميموري لكن كل process ليها data page خاصة بيها. طب عايزين نشوف ازاي هعمل البيج تيبل. لو البيج تيبل كان كبير هعمل ايه للبيج تيبل او ايه ازاي انا ممكن اقسم البيج تيبل ده الى different pages. ناخد اكزامبل على كده. لو مثلا عندي سيستم فيه 32 بيت لوجيكال ادرس سبيس، 32 بيت لوجيكال ادرس سبيس وكانت البيج سايز 4 كي بايت. لو البيج سايز 4 كي بايت يعني 2 باور 12. يبقى معنى كده ان انا لو حبيت اعمل لوجيكال ادرس وانا عندي لوجيكال ادرس كله 32 بيت هاخد 12 بيتس للاوفست within the page وهيبقى في عندي 20 بيتس بتمثل لي الايه البيج نمبر. يبقى معنى كده ان انا عندي 20 بيتس للبيج نمبر. يبقى البيج تيبل انتريز ممكن يبقى عدد الانتريز في البيج تيبل قد ايه 2 باور 20. يبقى عدد الانتريز في البيج تيبل ممكن يبقى 2 باور 20. لو كل انتري في البيج تيبل كانت 4 بايتس يبقى انا محتاجه كل بروسيس 4 ميجا بايتس بس في الفيزيكال ادرس سبيس تو ستور ذا بيج تيبل. طبعا ده كبير جدا. ازاي انا اعمل ستورنج للبيج تيبل السايز بتاعه 4 ميجا بايتس اذا كانت الميموري بلوكس او الميموري فريمز هتكون السايز بتاعها بس السايز اوف ايتش بيج قلنا هي 4 كي بايت يبقى مش هينفع. يبقى انا لازم اقسم البيج تيبل بتاعي. الحقيقه ان في اكتر من طريقه to divide the page table into smaller units. الطريقه الاولانيه اسمها hierarchical paging، الطريقه الثانيه اسمها hashed page tables، الطريقه الثالثه اسمها inverted page tables. عايزين نشوف ايه هي او ازاي اعمل ابين the structure of the page table. الطريقه الاولانيه اللي هي hierarchical page table بعمل ايه؟ ببتدي اعمل break up للlogical address space into multiple page tables. يعني هقسم البيج تيبل بتاع الكبير ده الى multiple page tables واعمل storing لكل بيج من البيج تيبل في مكان في الميموري. بس لازم استخدم outer table يقول لي كل بيج من البيج تيبل موجوده فين. For example لو عندي two level page table يبقى هعمل ايه؟ هقول ان في البيج تيبل هقسمه الى pages. كل بيج هيبقى موجود في some كل بيج من البيج تيبل موجود في some frame في الميموري. وهستخدم outer page table يقول لي كل page من ال page table موجود فين. يبقى أنا في حالة لو كانت two level paging محتاجة إن أنا أعمل كم مرة accessing the memory three times one for the outer page table عشان أعرف كل page من ال page عشان أعرف كل page من ال page table موجودة فين. بعد كده هaccess ال page table then أنا هاخد ثلاث three times memory access ثلاث مرات two منهم لل page table و 1 for the page اللي انا محتاجاها في الميموري. يبقى 2 level paging هحتاج 3 memory access. ناخد example لل 2 level paging example. say ان انا عندي logical address 32 بت والpage size 1k. لو انا هستعمل single level paging 32 بت للادرس لللوجيكال ادرس هقسمهم الى إذا كانت البيج سايز 1K يبقى أنا محتاجة 10 بت كبيج أوفست وهيتبقى لي 22 للبيج نمبر. كويس 22 بت للبيج نمبر كده هيبقى البيج تيبل بتاعي كبير قوي هضطر إن أنا أقسمه.
فلازم اقسمه. لو انا هستخدم تو ليفل بيجنج، تو ليفل بيجنج يبقى هاخد الفيلد اللي اسمه بيج نمبر واقسمه الى تو فيلدز، فيلد بيمثل لي البيج نمبر وفيلد بيمثل لي البيج اوفست. هقسمه ازاي؟ هقول ان انا في حاله التو ليفل هقسم البيج تيبل الى بيجز، كل بيج السايز بتاعها برده ستيل 1 كي، يبقى معنى كده ان النمبر اوف انتريز اللي محتاجاها هتبقى برده لو كانت كل انتري هي 1 بايت اونلي، يبقى معنى كده ان انا عندي عدد الانتريز اوف ذا بيج تيبل هتكون برده بتساوي 2 باور 10. يبقى عدد البيتس اللي بتمثلها في حال الجيف لوجيكال ادرس هتبقى محتاجه 2 بيتس 10 بيتس. يبقى انا هقسم ال 22 بيتس ازاي؟ 10 بيتس هسميهم P2 او ده بيمثل لي الاوفست within the page table، وهيتبقى لي 12 بيتس الخارجيه دي هتمثل لي البيج نمبر. يبقى كان انا هقسم اللوجيكال ادرس في حاله التو ليفل بيجنج ازاي؟ هيبقوا متقسمين الى 10 10 12. P1 اللي هي ال 12 دي بتمثل لي اندكس ان ذا اوتر بيج تيبل. P2 بتمثل لي displacement within the page of the inner page table. D بتمثل لي displacement أو offset within the page of the process. بسمي الطريقة دي من addressing forward mapped page table. هيبين هنا أكتر. أقول إن P1 هتبقى index في ال outer page table. هستخدمها واروح لبيج من page table هعمل فيه displacement قيمتها P2، يبقى دي page of the page table. عرفت ال page of the process موجودة فين، هتحرك فيها displacement دي to get the physical address. يبقى معنى كده لو أنا عندي 2 level paging احتاجت أعمل 3 times memory access. هناخد example تاني على ال paging في حالة 64 bit logical address space. تعالوا نشوف هنعمل ايه في حالة 64 bits. لو فرض ان أنا هستخدم single level paging وكان عندي ال page size 4 KB، 4 كي بايتس يعني البيج سايز 2 باور 12. لو هعمل سنجل ليفل بيجنج يبقى هحتاج جزء اللي في عندي البيج اوفست والبيج نمبر. الاوفست وذين ذا بيج هيبقى 12 بيتس وهيبقى فيه 52 بيت فور بيج نمبر. معنى كده ان البيج تيبل هيبقى كبير قوي، عدد الانترز اللي فيه 2 باور 52. امال اعمل ايه؟ هقول ممكن اجرب واستخدم 2 ليفل بيجنج. لو استخدمت 2 ليفل بيجنج يبقى هرجع اقسم البيج تيبل الى بيجز، كل بيج السايز بتاعها برده 4K، بس لو كانت كل انتري في البيج تيبل السايز بتاعها 4 بايتس يبقى عدد الانتريز اللي موجوده في كل بيج من البيج تيبل هتبقى 1K انتري، معنى كده انها تحتاج 10 بيتس فور ادريسنج. فلو هستخدم 2 ليفل بيجنج يبقى تقسيمه اللوجيكال ادرس هتكون ازاي؟ 12 فور ذا اوفست وذين ذا بيج اوف ذا بروسيس، 10 فور ذا انر بيج، 10 بيتس فور ذا انر بيج، وهيتبقى 42 فور ذا اوتر بيج. معنى كده ان الاوتر بيج تيبل هيبقى السايز بتاعه 2 باور 42 انتريز، ولو كل انتري السايز بتاعها 4 بايتس يبقى محتاجه 2 باور 44 بايتس، ده برده السايز بتاعه كبير جدا، لازم ارجع اقسمه مره ثانيه. يبقى ممكن اقسم الاوتر بيج تيبل الى بيجز، كل بيج هيبقى السايز بتاعها برده 4 بايت، يبقى برده محتاجه لو كل انتري في البيج تيبل السايز بتاعها 4 بايتس يبقى انا محتاجه قد ايه؟ 10 بيتس بس for addressing in the page of the outer page table. وهستخدم second outer page table هيبقى السايز بتاعه قد ايه؟ 43، هيبقى السايز بتاعه هيبقى سوري 32، السايز بتاعه هيبقى 32 bits for the second outer page table. يبقى ممكن نشوف كده مع بعض حالة 3 level paging scheme. لو انا استخدمت 3 level paging هيبقى فيه الاوفست دي هياخد 12 بيتس، الانر بيج هتبقى تاخد اللي هي P3 هتاخد 10 بيتس، الاوتر بيج هتاخد 10 بيتس، والسكند اوتر هتاخد 32 بيتس. ده شكل لو انا عملت 3 level paging. ستيل برضو السكند اوتر بيج تيبل بقى كبير قوي، محتاج ان هو يبقى ايه مور ان انا اقسمه اكتر من كده. الحقيقه ان انا لو كان الادرس سبيس اكبر من 32 بيتس يفضل ان انا استخدم تكنيك تاني غير الهيراركال بيجنج. غير الهيراركال بيجنج اللي احنا هنستخدمه في طريقتين تانيين، يا اما استخدام الهاشد بيج تيبل او الانفرتد بيج تيبل. نشوف الطريقه الاولانيه اللي هي الهاشد بيج تيبل. هستخدمها لو الادرس سبيس كان جريتر ذان 32 بيتس. في الحاله دي هقول ايه؟ كل انتري في البيج تيبل هيبقى فيها انفورميشن على عن اكتر من بيج من البيج تيبل، بحيث ان انا
كل entry بدل ما اكتب فيها بس الفريم نمبر، لا ده انا هيبقى فيها chain of elements. ال elements دي كل element بتديني information عن one page من ال process موجودة في أي frame. يبقى في الحالة دي ال page table contains a chain of elements hashing to the same location. هستخدم hash function عشان أعرف ال page number ده موجود في أي frame في الميموري. Each element contains the virtual page number, the value of the mapped page frame, and a pointer to the next element in the chain. هبتدي أعمل comparing لل virtual page number compared with the chain, searching for a match. If a match is found, the corresponding physical frame is extracted. نشوف كده ال hardware اللي أنا ممكن أعمل بيه mapping من logical address إلى physical address. Logical address containing two fields. Page number or page offset. Page number is used مع some hash function to get the number of entry number في ال hash table. ال hash table كل entry فيها موجود chain of elements. ال chain of elements فيها information على different number of pages. فمثلا هنا أنا بدور على page number p. باستخدام ال hash function عرفت هي موجودة في أي entry في ال hash table. ال entry دي كان أول element فيها موجود في page number q. يبقى مش هي البيج اللي بدور عليها، هفول البوينتر هروح للنكست بيج هي بيج نمبر بي، دي اللي انا بدور عليها، هعرف الفريم نمبر ار، جيت الفريم نمبر كومبايند وذ اوفست دي تو جيت ذا فيزيكال ادرس. يبقى باستخدام الهاش تيبل كل انتري في البيج تيبل او في الهاش بيج تيبل موجود فيها انفورميشن على عن ديفرنت بيجز من البروسيس، كل بيج موجوده في اي فريم. كده يبقى انا صغرت السايز بتاع البيج تيبل، صغرت السايز لان انا مش بحط انفورميشن عن بيج واحده، لا ده انا بحط تشين اوف اليمنتس. بس استخدمت هاش فانكشن لان في ممكن اكتر من بيج يحصل لها هاشنج لنفس اللوكيشن. استخدام الهاش تيبل بيعمل لي سيفنج للسبيس اللي انا محتاجاه فور ذا بيج تيبل. الطريقه الاخيره اللي هناخدها اسمها انفرتد بيج تيبل. في الانفرتد بيج تيبل في ايه؟ بقول ان انا في حاله البيج تيبل العادي كان في 1 بيج تيبل فور ايتش بروسيس. بدل ما اعمل كده لا ده انا هخلي one page table كبير لكل real location الميموري. يبقى rather than each process having a page table and keep track of all possible logical pages، لا ده انا هعمل track للphysical pages. One entry for each real page of memory. كل واحدة كل entry فيها consists of the virtual address of the page stored in that real memory location with information about the process that owns that page. كده أنا هقلل decreases the memory needed to store each page table ولكن increase the time needed to search the table when a page reference occurs. يبقى في حالة ال inverted page table في عندي one inverted page table كبير لكل real location الميموري. ال address generated by the CPU هيبقى في الحالة دي موجود في أو logical address موجود في three fields. Process ID, PID, page number و ال offset within the page. The combination ما بين ال process ID وال page number is used to search in the page table. لو لقيت هعرف دلوقتي ال entry دي موجودة page number of some process of ID PID. عرفت ال entry اللي أنا عايزاها هعرف هي موجودة في أي frame. لقيتها موجودة في frame number I يبقى I is combined with the offset D to get the physical address. يبقى في حالة ال inverted page table number of entries in the page table depends on number of physical frames اللي موجودة في الميموري. كل entry في ال page table موجود فيها ال page number وال PID of the process اللي هي ليها ال page number دي. يبقى عندي ال process ID وال page number اللي موجودة في الفريم دوت. لما أجي أعمل search بسيرش على ال combination من ال process ID مع ال process page number of this process، عرفت الframe number، عمله combination مع ال offset to get the physical address. كده دي كانت آخر طريقة من ال implementation of the page table. أخدنا ثلاث طرق اللي هو ال structure of the page table، يا إما hierarchical paging، يا إما hashed page table، يا إما inverted page table. ودي كانت آخر حاجة في ال paging وآخر حاجة في الميموري. هناخد دلوقتي example على ال segmentation and paging. أنا ممكن آخد الـ Intel Architecture. الـ Intel Architecture ممكن تكون 32-bit أو 64-bit. الـ Example اللي إحنا هناخده هو الـ 32-bit Architecture. يبقى الـ Example بتاعنا الـ Intel 32 Architecture هناخد الـ Detail بتاعها.
It supports both segmentation and segmentation with paging. بيعتبر ان كل process ممكن تبقى مقسمة الى segments. كل segment ممكن يبقى size بتاعها up to 4 gigabytes. عدد segments في كل process ممكن توصل الى 16 k segments. هيقسم اللوجيكال ادرس من البروسيس الى تو بارتيشن. بارتيشنز بيعتبر فيها ايه هي السيجمنتس اللي بتمثل حاجه برايفت للبروسيس، بتبقى الانفورميشن بتاعتها موجوده في تيبل اسمه لوكال ديسكريبتور تيبل. وفي بعض السيجمنتس ممكن تكون فيها سيجمنتس شيرد ما بين البروسيس وبعضها، الانفورميشن بتاعتها هتكون موجوده في الجلوبال ديسكريبتور تيبل. يبقى logical address space of the process is divided into two partitions. The first partition up to 8K segments private to the process, the information بتاعتها موجودة في local descriptor table. The second partition up to 8K segments shared ما بين the process, وده information بتاعتها موجودة في global descriptor table. كل entry في global descriptor table أو local descriptor table بيتكون من 8 bytes. 8 byte segment descriptor فيها كل detailed information عن segment بما فيها the base location and the limit of that segment. CPU generates logical address. هيدخل على segmentation unit to produce linear address. Linear address هيدخل على the paging unit to generate the physical address in main memory. Logical address بيبقى عبارة عن ايه؟ Logical address هو pair من السلكتور والأوفست. السلكتور بيبقى 16 بيت نمبر، الأوفست هو 32 بيت نمبر عشان يحدد اللوكيشن اوف ذا بايت اور وورد within the segment. السلكتور ده شكله ايه؟ السلكتور قلنا 16 بيت، 16 بيت بتمثل لي 13 بيت بتمثل لي للنمبر اوف ذا سيجمنت، الجي ده 1 بيت عشان تقول لي هي لوكال ولا جلوبال، وال2 بيتس عشان تقول لي البروتكشن مود عشان اعرف كل سيجمنت ايه هو البروتكشن مود الافيلبل ليها، اللي هي ريد اونلي، ريد رايت اكسكيوت، فمحتاجه 2 بيتس فور بروتكشن. يبقى السلكتور بيبقى 16 بيت. معنى كده ان اللوجيكال ادرس بتاعي هيبقى فيه السلكتور والاوفست. السلكتور 16 بيت نمبر، الاوفست فيه 32 بيت نمبر. السلكتور هستخدمه تو سيرش ان ذا appropriate ديسكريبتور تيبل، سواء كانت هي لوكال ولا جلوبال. هيعرف منها الانفورميشن about the segment. الانفورميشن دي هتبقى هتستخدم to get the linear address by adding the base of this segment مع الoffset to get the 32 bit linear address. Linear address is given to the paging unit to generate the physical address in main memory. The paging unit هي equivalently a memory management unit. في عندي two available page sizes في الـ Intel architecture بيسمح بيا إما 4K bytes أو 4 megabytes. بيعمل إيه في الـ Pentium paging؟ إحنا قلنا هو بي allow 4K bytes أو 4 megabytes. لو كان بيشتغل على الـ page size 4K bytes، 4K bytes يعني محتاج قد إيه؟ في الحالة دي هيستخدم الـ two level paging. لو كانت 4K bytes هيستخدم 2 level paging. 2 level paging وهيكون الـ division of the 32 bit linear address بالصورة دي. أدي الـ 32 bits. لو الـ page size 4K، 4K أدي 2 power 2 times 2 power 10 يبقى محتاج 12 bit for the offset. يبقى هيقسمها إزاي؟ 12 bits for the offset. وفي عنده بعد كده هيتبقى الـ 20 bits for page number. هيقسمهم إزاي؟ هو عنده كل page من البيج تيبل الانتري سايز فيها 4 بايتس. معنى كده ان هو to address a page in the page table محتاج قد ايه؟ 1K entries، يعني محتاج 10 بيتس فقط. يبقى هياخد 10 بيتس to index in the inner table و 10 بيتس in the outer table. يبقى في الانتل بنشم ال 10 high order bits اللي هي P1 entry دي بتpoint to the outermost page table. ال outermost page table في البنشم بيسميه page directory. في register في البنجم اسمه CR3 points to the page directory of the current process. The page directory entry points to the inner page table which indexed by the content of the innermost 10 bits. The low order 12 bits بتمثل لي offset within the 4K byte page pointed to in the page table. طب اللي يحصل لو كانت البيج سايز 4 ميجا؟ الحقيقة ان هو في 1 entry في البيج directory
بتقول لي البيج سايز فلاج. لو البيج سايز فلاج ده 1 معناها ان السايز اوف ذا بيج هيبقى 4 ميجا بايت، يبقى 4 ميجا بايت. يبقى في الحاله دي هيحصل ايه؟ يبقى هيستخدم بس الاوتر موست 10 بيتس تو بوينتس ان ذا بيج دايركتوري، ان ذا بيج دايركتوري، وباقي ال 22 بيتس بتمثل لي الاوفست within the 4 ميجا بايت بيج فريم. يبقى لو كانت البيج سايز 4 ميجا بايت يبقى معنى كده ان البيج دايركتوري بوينتس دايركتلي تو ذا 4 ميجا بايت بيج فريم باي باسنج ذا انر بيج تيبل and the 22 low order bits in the linear address refer to the offset in the 4 megabyte page frame. السلايد دي هتبين لي الانتل اركتكتشر 32 paging architecture. انا عندي 2 page sizes يا اما 4 كي بايتس او 4 ميجا بايتس. في حاله ال 4 كي بايتس هنستخدم 2 ليفل paging، في حاله ال 4 ميجا بايتس هنستخدم single ليفل paging. يبقى اول كيس في حاله ال 4 كي بايتس أنا عندي page directory هو outer most page table register CR3 points to the page directory high order 10 bits في logical address points to the page directory second 10 bits points to the inner page table low order 12 bits point shows the offset within the 4 kbytes page table within the 4 kbytes page. في حالة لو كان عندي 4 ميجا بايت بيج يبقى استخدم سنجل ليفل بيجنج. بالنسبة للادرس الهاي اوردر 10 بيتس بوينتس تو ذا بيج دايركتوري، اللو اوردر 22 بيتس بوينتس تو ذا اوفست وذين ذا بيج 4 ميجا بايت بيج. كده ان شاء الله خلصنا شابتر 9 اللي هو بيمثل لي الميموري مانجمنت. إن شاء الله المرة الجاية هناخد Chapter 10 بيمثل الـ Virtual Memory. شكراً، السلام عليكم.